طبعا ماتش مهم جدا عمله المنتخب الاولمبي امبارح قدام روسيا اللي بيلعب بالفريق الكبير مطعم بمواليد 2000. ازاي شفت المباراه دي؟ وبالتاكيد طبعا المنتخب الاولمبي يمكن من الحاجات اللي بتحظى بتركيز في الكره المصريه في الفتره الحاليه، عندنا استحقاقات مهمه طبعا. بالتاكيد الحدث الاهم هو بطوله او منافسات اولمبياد باريس 2024. شفنا الفتره اللي فاتت قد ايه المنتخب الاولمبي كان عنده عناصر مميزه، ازاي ظهر بشكل جيد في بطوله افريقيا تحت 23 عام اللي اهلته، اللي كانت في المغرب واهلته للمشاركه في اولمبياد باريس. كان مهم جدا ان انت من وقت لاخر تستغل فتره العطله الدوليه ان انت تقدر تطمئن على العناصر اللي عندك. يمكن كان في عناصر كتير مميزه، والدليل على كده ان في ابتدى المنتخب الاول يستعين بكتير من العناصر الموجوده. طبعا ده بيتم بالتنسيق ما بين الاجهزه الفنيه ان انت تحصل على بعض العناصر اللي انت محتاجها في المباريات اللي انت بتاخدها. فبالتاكيد تجربه كانت مفيده بالنسبه للمنتخب الاولمبي. التعادل مع منتخب روسيا اللي بيضم عناصر فعلا من المنتخب الاول وعناصر من المنتخب الاولمبي، يعني اعتقد ان بيبقى في مكاسب ايجابيه في التجارب الوديه الذاتيه، ان انت تحتك بمدارس كتير، مدارس اكيد يعني هتقابلها في يعني مشارك في البطولات او التجمعات الدوليه والبطولات الدوليه بشكل كبير. فبالتاكيد التجارب اللي زي دي بتبقى مهمه جدا بالنسبه للمنتخب الاولمبي، بتطمئن على العناصر اللي عندك بعد فتره تجمع كتيره، خاصه ان الفتره الحاليه ما فيش ارتباطات للانديه، فتره يعني نهايه موسم واستعداد لبدايه موسم جديد. فكان من المهم ان انت تطمئن على جاهزيه فنيا المنتخب كان عامل ايه؟ فنيا طبعا هي يعني المباراه يعني انت برضو بعد فتره كبيره بعد بطوله افريقيا ممكن ما تبقاش افضل حاجه، ولكن انت في النهايه انت يعني بتحقق المكاسب اللي انت عايزها من خلال انت تطمئن على مستوى العناصر اللي عندك، بتشوف الشكل الخططي ازاي تقدر تنفذه، جاهزيه اللعيبه من حيث المستوى البدني برضو، انت فتره زي ما بنقول فتره يعني راحه بالنسبه لكل الانديه. فبالتالي انت محتاج ان انت تبتدي واحده واحده بالتدريج مع اللعيبه اللي عندك، وتبتدي تشوف المكاسب الفنيه انت تقدر تحققها. النتيجه ما بتبقاش مهمه خالص في المباريات الوديه، انت بتبقى مهم ان انت تحقق نتيجه، بتحقق الاداء الفني اللي انت عايز تطمئن عليه، والشكل الخططي اللي انت بتطبقه من مباراه لاخرى، ودي ده الاهم في المباريات الوديه. طيب يعني خلينا نتكلم عن مشاركه لاعبين الاهلي في مباراه اثيوبيا، هل ده في وجهه نظرك هيبقى مفيد ليهم عشان يجهزهم قبل السوبر، خليني اقول الافريقي، يعني هل مفيد ليهم ان هم يشاركوا في المباراة؟ أو يمكن كان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب كان اتكلم في القصة دي عندما سئل في المؤتمر الصحفي امبارح عن قصة الجدل ما بين مشاركة لاعبي النادي الأهلي وتمسك الأهلي بلاعبته. يمكن كان النادي الأهلي خاطب اتحاد الكرة أنه هو يستثني لاعبته من مباريات الفترة دي، لأن المنتخب ضمن التأهل ليه أمم أفريقيا ومباراة ودية أيضا أمام المنتخب التونسي. لكن كان فيتوريا واضح في هذه الجزئية، كان اتكلم أنه الأندية يعني مش من حقها أنها تحدد مدى مشاركة لاعبيها مع المنتخب أو لا، ولكن هو كان بيتكلم على أن المنتخب كان هو كجهاز فني نسق مع الأندية منذ بداية عمله أن في التجمعات الدولية أنه يحظى أو يحصل على خدمات اللعيبة اللي موجودة أو متاحة بالنسبة له. بالتأكيد هتبقى فرصة مهمة أن هو يستعين ببعض العناصر، وأعتقد ممكن يبقى مشاركة تبقى على حسب الاحتياج في سواء في مباراة أثيوبيا أو مباراة تونس، وبالتأكيد طبعا بتبقى تجهيز للمشاركه في السوبر الافريقي. وان كان في مخاوف من ناحيه الجانب الاخر النادي الاهلي ففي ارهاق بدني شويه قبل مباراه السوبر الافريقي. طيب انت شايف الماتش اصلا ازاي النهارده؟ يعني هل المنتخب الاثيوبي يعني هيلعب ازاي؟ انت شايف وجهه نظرك هل النهارده في ظل غياب صلاح المفروض ان احنا نبقى خايفين شويه بنعمل مجهود اكبر؟ هي طبعا هي في اكتر من جزئيه في مباراه النهارده، مباراه يمكن تحمل الطابع السائري شويه بالنسبه للمنتخب المصري. يمكن السهل السائري عشان حصل في يمكن في يونيو 2022 بقياده الكابتن ايهاب جلال خسر منتخب مصر بهدفين قدام المنتخب الاثيوبي، كانت هزيمه مفاجاه شويه. سجل المواجهات ما بين مصر واثيوبيا يمكن 18 مباراه في 13 منها انتصار لمصر وثلاث هزائم فقط للمنتخب المصري وتعادلات تعادلين، فبالتالي في تفوق كبير للمنتخب المصري في المواجهات الاثيوبيه. فبالتالي ما كانش مألوف شويه ان احنا نخسر المباراه اللي فاتت، كانت يعني في ظروف برضو عدم استقرار فني شويه للمنتخب المصري. فبالتالي ده يمكن نتكلم عليه فيتوريا ان هو عارف ان منتخب مصر خسر المباراه الاولى امام اثيوبيا، فبالتالي مهتم ان هو يحقق
الفوز ده حتى وان كان ضمن التاهل بالفعل للبطوله الافريقيه، لكن عايز يحقق الفوز، عايز يرضي طموحات الجماهير المصريه. هو مدرب ذكي بيشتغل على جزء ده بشكل كويس جدا. ايضا على الصعيد الفني هو ايضا ماشي بشكل كويس، 6 انتصارات من اول 6 مباريات، رقم قياسي لاي مدرب بيحققه مع المنتخب الوطني. فبالتالي عايز يعزز الارقام بتاعته برضو بشكل جيد، ان هو يقدر يدي لنفسه ولاعيبته الثقه بشكل كبير. اعتقد برضو فنيا في لعيبه كتير عايزه تثبت نفسها، عايزه تثبت وجودها. في جزئيه محمد صلاح يمكن البعض اختلف شويه ان انت ليه ما تستدعيش محمد صلاح، يمكن هو رد على القصه دي بان هو محمد صلاح خد 7 مباريات في 23 يوم، وده يمكن عدد كبير من المباريات، كان ممكن يستدعي ويشارك في جزء من المباراه او في الشوط، لانه برضو وجوده مهم. يعني محمد صلاح قيمه كبيره بالنسبه لمنتخب مصر يعني، وحتى اللعيبه كتير بتشعر ب يعني الامان فنيا وهو موجود، وبيبقى برضو مصدر ضغط على المنافس ان انت بتلعب قصاد محمد صلاح، لعيب عنده حلول كتيره، لعيب من بينافس على الكره الذهبيه للسنه الخامسه، بيفضلوا 2-3 لعيب عشان يمسكوه بالظبط، فبالتالي بيفضلك الملعب. طبعا طبعا يعني ده يعني كجزء الخطه دي بتبقى مهمه جدا، لكن هو طبعا كمدير فني هو له رؤيته. مين بداله يعني ممكن يدفع من مين بدل صلاح؟ هو طبعا يعني الميزه في منتخب مصر في الفتره الحاليه ان في بدائل كتير في المركز ده، يمكن احمد سيد زيزو من اللعيبه اللي بتؤدي بشكل جيد جدا في الفتره الحاليه، وعنده مرونه ان هو يلعب في اكتر من مركز، لكن طبعا المركز اللي اجاده تالق فيه بشكل كبير هو مركز الجناح الايمن اللي كان بيشارك فيه محمد صلاح. فاعتقد دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يعني تبقى حلول امام فيتوريا. برضو كتير من المدربين قصه منتخب مصر بدون صلاح، المدربين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني، ده كان بيبقى اختبار بالنسبه لهم، ازاي هتخوض مبارياتك بدون محمد صلاح وازاي هيبقى شكل المنتخب. اعتقد ان احنا يعني في الكام شهر الاخير يعني ابتدينا نتجاوز مرحله ان منتخب مصر بيعاني في غياب صلاح. صحيح. ده لا يقلل طبعا من قيمته، كقيمه كبيره جدا محمد صلاح يعني لا يسعنا العالم الرياضي كله بيتكلم عنه، فاكيد طبعا قيمه كبيره جدا. طيب قبل ما نروح لمباراه او الاستعدادات الاهلي ومعسكر الاهلي في النمسا، عايزين نختم بس كلامنا عن المنتخب. حضرتك قلت ان روي فيتوريا 6 مباريات ب6 انتصارات وبيسعى لتعزيز هذه الارقام. صحيح. اداء اللعيبه عامل ازاي خلال هذه المباريات؟ ده مهم، هل ادائهم مطمئن لما هو قادم؟ هو الحقيقه طبعا مش الارقام لوحدها هي اللي بتكفي، لان برضو في فترات سابقه، يمكن مش عايز برضو اخوض في التجارب السابقه للمدربين، يمكن على سبيل المثال كابتن حسام البدري لم يتعرض لخساره مع المنتخب الوطني في فتره قليله برضو قاد فيها المنتخب، ولكن الاداء لم يكن مقنع بشكل كبير. في تعادلات، في تعادلات، في تاهل بصعوبه حتى للبطوله الافريقيه الماضيه، ولكن بشكل عام الاداء لم يكن مقنع. مع فيتوريا يمكن الامور اختلفت شويه، ابتدينا نشوف شكل فني، ابتدينا نشوف ازاي بيوظف اللعيبه بشكل كويس عشان يطلع افضل ما عندهم، ازاي بنشوف ان احنا بنعمل الضغط العالي كره هجوميه كتير من الاوقات، حتى مع كارلوس كيروش نفسه المدير الفني البرتغالي المخضرم كان الاداء كان جيد، ولكن كان يعني يمكن المشجع العادي يمكن بيتحفظ شويه على فكره ان انت بتلعب كره دفاعيه، انا ليه منتخب مصر العب كره دفاعيه وافضل اللعيب اغلب لعيبتي تحت الكره وبتلعب بشكل دفاعي. فيتوريا يمكن حاول يشتغل على الجزئيه دي من اول يوم له، ابتدينا نشوف اداء جيد من الناحيه الهجوميه، حتى التجارب الوديه اللي بياخدها يمكن ابرزها طبعا كانت مباراه منتخب بلجيكا والفوز على بلجيكا بهدفين لهدف، يمكن ادت ثقه شويه ان انت تقدر تلعب كوره جيده وكره هجوميه. فيمكن برضو العناصر اللي عنده كمان مساعده بشكل كويس، في اكتر من لاعب متالق في الشكل الهجومي، فده يمكن بيديله اريحيه شويه ان هو يختار ويبقى عنده فرصه انه يعمل اداء جيد. طب شفت ازاي المكاسب اللي يمكن حققها بقى، يعني خلينا نروح للاهلي والمعسكر طبعا. في النمسا شفت ازاي المكاسب اللي يمكن حققها الاهلي في المعسكر، وطبعا ده المعسكر الخارجي ليه من 4 سنين، وخلينا اقول الاصابات بقى كمان اللي يمكن دلوقتي في السوليه ومحمود متولي عندهم اصابات في بدايه المعسكر، شفت ده ازاي؟ هو بالتاكيد طبعا لما بتنهي موسم يعني بشكل جيد جدا ومحقق كل البطولات اللي انت شاركت فيها، ده بيزيد الضغوط ان انت تقدر تحافظ على النجاح ده في الموسم الجديد. فبالتالي كانت خطوه من النادي الاهلي ان هو يمهد لمحاوله الحفاظ على البطولات اللي حققها في الموسم السابق، ان انت تبتدي اعدادك بشكل جيد، يبقى في شكل احترافي، يبقى في شكل افضل من حيث الاجواء، من حيث المباريات الوديه اللي انت بتاخدها، من حيث الاستعدادات، من حيث العناصر اللي عندك الجديده حتى اللي دخلت في حسابات النادي الاهلي ودخلت في المباريات الوديه،
كل ده بيدي فرصه لمارسيل كولر المدير الفني ان هو يعني يبتدي استعداداته بشكل افضل. بالتاكيد معسكر النمسا كان فيه جوانب ايجابيه كتير، التجارب الوديه، دخول اللاعبين في الاجواء وبيبقى فيه تناغم ما بينهم، صحيح بيفقد بعض اللعيبه في المشاركه الدوليه، ولكن في النهايه هو عنده فرصه ان هو يوصل لمرحله فنيه مميزه ويحافظ على اللي وصل له في الفتره الاخيره، لان بالتاكيد التحديات اللي عنده هتبتدي بدري جدا، بنبتدي بالسوبر الافريقي، بتبتدي بطوله السوبر ليج، البطوله المستحدثه من الاتحاد الافريقي، مشاركه في الدوري، كاس العالم الانديه، كل دي تحديات يمكن في فتره 3 شهور بس بالنسبه للنادي الاهلي، فكل ده بالتاكيد بيفرض ان النادي الاهلي يستعد بافضل شكل ممكن، وده يمكن اللي كان وراء اختيار النمسا ان هي تبقى معسكر للنادي الاهلي ويحقق من وراه مكاسب فنيه جيده. تمام، مخاض عسير قوي الموضوع المهاجم بالنسبه للنادي الاهلي، مهاجم اجنبي، بقى لنا كتير قوي بنسمع النادي الاهلي بيسعى للتعاقد مع مهاجم اجنبي ومش عارفين القصه فين بالظبط، هل هو مش لاقي المهاجم المناسب للنادي ولا هي المساله ماديه، يعني المشكله فين بالظبط؟ هو طبعا يعني هي ليها اكثر من جانب، يعني النادي الاهلي يمكن برضه خلينا نقول ان هو تاخر في حسم موضوع المهاجم من بدايه الموسم، يمكن من اول طلبات مارسيل كولر المدير الفني السويسري قال انا عايز مهاجم، صحيح. وكان واضح وصريح في هذه الجزئيه، مع الوقت ما لقاش فابتدى يعتمد على الموجود، صحيح، حتى يعني برضه اللي كان موجود عنده محمد شريف يمكن ارقامه كانت جيده، ولكن هو عايز مهاجم بمواصفات خاصه يقدر يعني يعتمد عليه في المباريات. طبيعي ان انت لما يبقى عندك مدرب ناجح ومحقق كل اللي هو عايزه انت بتسعى لتحقيق طلباته الفنيه عشان تزيد من اريحيه العمل بالنسبه، صحيح. له يمكن كان الاسماء اللي تترددت طول الفتره اللي فاتت يمكن جاكسون موليكا من بشكتاش التركي ووصول المبلغ ل 10 مليون دولار، طبعا المبلغ كبير جدا ان انت تضم مهاجم حتى لو اجنبي بهذا القيم، بهذه القيمه يعني. ايضا البرازيلي سوزا من الجيمبوك هونداي الكوري الجنوبي، كل دي المحاولات طول الفتره اللي فاتت والمقابل المادي ثم تمسك نادي الكوري بأخيرا وعدم موافقته على رحيله، لتطرح اسماء اخرى في الفتره الاخيره يمكن اخرها حتى انتوني مودست لاعب بروسيا دورتموند الالماني السابق اللي يمكن مارسيل كولر هو يمكن عنده 35 سنه، عنصر السن ممكن يكون يعني تحفظ شويه عليه من جانب الاهلي، ولكن هو لاعب برضه مميز جدا امام المرمى، قد يكون حل اخير، ولكن بالتاكيد لسه في اسماء اخرى للمهاجمين افارقه في الفتره الحاليه بتسعى اداره النادي الاهلي ان هو تحسمهم، لان طبعا لو ما حسمتش ملف المهاجم الافريقي في الفتره الحاليه هتبقى الامور بالنسبه لك يعني صعبه، ان انت هتخوض بطولات كبيره، بطوله السوبر ليج الافريقي، كاس العالم للانديه من غير مهاجم رئيسي، ده يمكن يشكل معضله شويه بالنسبه لمارسيل كولر لان ده كان طلب اساسي بالنسبه له في التعاقدات. طب تتوقع مين من الصفقات الجديده بقى، امام عاشور، رضا سليم، صلاح محسن، تتوقع مين؟ هو طبعا يمكن النادي الاهلي يعني اجرى تعاقدات جيده جدا في الفتره الاخيره، يمكن امام عاشور من ابرز الاسماء في وسط الملعب، اضافه كبيره، رضا سليم ايضا تالق بشكل كبير جدا مع الجيش الملكي المغربي، كان افضل المواهب في الدوري المغربي في الفتره الاخيره، يمكن كمان صلاح محسن كان رهان من مارسيل كولر ان هو يعيده مره اخرى النادي الاهلي ويديله الفرصه ويتالق بشكل كبير، ايضا كريم نيدفيد من اللعيبه اللي رجعت بالظبط، يعني هيبقى اضافه كبيره لخط الوسط اللي اوريدي عنده خيارات كتير فيه، فبالتاكيد لما بيشارك في اكتر من بطوله محتاج كل اللعيبه اللي عنده، فبالتاكيد يمكن زي ما تابعنا امام عاشور قد يكون قدامه فرصه ان هو يشارك في السوبر الافريقي، رجع من اصابه، ابتدى يعني يرجع تدريجيا، خد ثقه الجهاز الفني واللعيبه في النادي الاهلي، ابتدى يبقى موجود بشكل كبير، اعتقد الوجوه الجديده زي ما بنقول في النادي الاهلي ممكن يبقى ليها دور في الفتره اللي جايه، لان بالتاكيد برضو في بعض الاسماء رحلت عن النادي الاهلي، حمدي فتحي، محمد شريف، يعني اعتقد ممكن يبقى في دور لكل لعيب، طبعا غير الاصابات يمكن عمرو السوليه غاب من فتره مع محمود متولي، يمكن مارسيل كولر من المدربين اللي يعني ما بيديش حته الانسجام وقت طويل قوي، صحيح. انا عندي لعيب جديد يدخل عادي ياخد اجواء المباريات بشكل طبيعي. طيب خلينا نروح سريعا كده للزمالك واخبار المعسكر بتاعه ايه؟ يمكن نادي الزمالك طبعا بدأ معسكره مع بداية سبتمبر، يمكن تحديدا
في يوم 4 ابتدى معسكر في الكليه الحربيه، خاض مباراه امس ضد السكه الحديد وفاز بثلاثيه. يمكن كان ابرز اللقطات اللي فيها عوده سامسونج اكنيولا المهاجم البنيني ان هو يسجل هدفين، ولكن ناصر منسي سجل هدف. يمكن البعض بيتحفظ شويه على غياب خوان كارلوس اسوري المدير الفني الكولومبي المتواجد في اسبانيا في لخوض مؤتمر تحليلي، لكن هو بيتابع ايضا مع الجهاز المعاون فتره الاعداد. يمكن فتره الاعداد الحاليه بالنسبه للزمالك صعبه ومهمه، صعبه للظروف اللي بيمر بيها النادي بشكل عام، غياب الصفقات، ازمه القيد، عدم وضوح الرؤيه بالنسبه للموقف الاداري، لسه في انتخابات جايه، كل دي امور بتصعب ومهمه طبعا، لان طبعا يعني بالظروف الحاليه والسكواد الحالي بالنسبه لنادي الزمالك انت هتخوض بدايه مشوار في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، مطالب ان انت تحقق بدايه جيده، مطالب ان انت تستمر في البطوله، مطالب ان انت تنافس عشان صحيح. تعوض جماهيرك عن الاخفاقات اللي فاتت. نشكرك امير نبيل الناقد الرياضي على وجودك معانا، نشكرك مره ثانيه. شكرا جزيلا ليك.